السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. البداية كالمعتاد بالتفاصيل، وفي هذا المساء سنتابع. خاص للملعب الشهراني هلاليا بالإعارة الموسم المقبل والتوقيع خلال ساعات. وزلاتكو الفيصلي مدربا للأولمبي الأزرق. الأمير فيصل بن تركي، سننافس بشراسة ولا أعد ببطولة. بعيدا عن جماهيره الشعلة يتوج بطلا للأولى. والوحدة يصنع الفرح في الرس ويعود كبيرا إلى زين. أينما كنتم أهلا بكم، كانت هذه العناوين في التفاصيل. سنتابع الكثير من الأحداث الرياضية التي جرت هذا المساء. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ سعود عبد العزيز الصرامي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ رجاء وبرنامج الملعب وجماهيريته، وأهلا وسهلا بالأخ محمد الشيخ من الدمام وكافة المشاهدين. نعم، أرحب عبر الأقمار من الدمام بمحمد الشيخ، وهو الكاتب والزميل الإعلامي في صحيفة الرياض ومقدم في لاين سبورت برنامج ديوانية لاين. اهلا وسهلا محمد. مرحبا ابو خالد، احييك واحيي زميلي ابو فهد واحيي جماهير ومشاهدي قناه الرياضيه السعوديه اللي بالفعل اشتقت لهم. نعم. كثير. اهلا بكما. اليوم في الرس، وقبل قليل فقط اعلن فريق الوحده تاهله وعودته الى دوري زين للمحترفين. الفريق الوحداوي الذي كان قد غاب هذا الموسم عاد كبيرا هذه المره ومن اصعب الطرق. عبر الهاتف مباشرة أرحب من مكة المكرمة بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. سمو الأمير مساء الخير، أهلا وسهلا وألف ألف مبروك لك ولشباب مكة هذا الانتصار والإنجاز الليلة. يا أهلا ومرحبا، أهلا بكم أنتم وشكرا لكم على اهتمامكم وشكرا لكم على هذه التغطية الممتازة. وأود أن أبدأ بتهنئتي الخالصة والعظيمة لكل أبناء وفتيات منطقة مكة المكرمة ومدينة مكة المكرمة على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه نادي الوحدة في هذا المساء. نعم، سمو الأمير، هو إنجاز بلا شك كبير لفريق كان يفترض أن يكون مستمرا في المحترفين، الآن عاد من أصعب الطرق لأنه انتصر حتى وهو بعيد عن جماهيره، لكنه في النهاية يحقق إنجاز كبير. هذا دليل اهتمام من أبناء مكة، والاهتمام الأول كان من سموكم بكثير من الاجتماعات التي عقدت مع أعضاء الشرف. تراه إنجازا هو كان طموحا أو خطوة في طموحات كبيرة لهذا النادي؟ هو إنجاز كبير لا شك، وخصوصا أنه عودة، يعني عودة إلى مكانه المميز الذي كان عليه طوال حياته الرياضية. وهو كذلك أمنية لجميع أبناء مكة ليكون منافسا على الأماكن الأولى دائما في هذا الحقل الرياضي، وخصوصا في ميدان كرة القدم الذي هي عشق الجماهير ليس في مكة فقط ولا في المملكة فقط وإنما في العالم أجمع. وأرجو إن شاء الله أن تكون هذه انطلاقة جديدة إلى موقع مميز محليا وعربيا وعالميا إن شاء الله. نعم، سمو الأمير، سؤالي الأخير، اهتمامك بالكثير من الفعاليات الشبابية في منطقة مكة المكرمة مع شباب وأبناء مكة، ومن ضمنهم ملتقى شباب وشابات مكة الأخير، هو فقط لا يركز على الرياضة، يركز على جوانب عديدة، هل تراه أتى أكله في الأعوام الماضية التي أقيم فيها؟ ما في شك أنه ملتقى شباب مكة يعني حقق كثير من الآمال التي كنا نرجوها له، ونتوقع إن شاء الله المزيد من الإنجازات ومن الأمال التي تتحقق
وليس فقط في ملتقى شباب مكة، وإنما في جميع الاهتمامات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لشباب المملكة، سواء في هذه المنطقة أو في غيرها. وأنتهز الحقيقة هذه الفرصة لأشكر وأقدر وأهنئ جميع أهالي مكة المكرمة، وأهنئ كذلك اللاعبين بصفة خاصة والجهاز الفني في نادي الوحدة ومجلس الإدارة والأعضاء الشرفيين وكل أبناء مكة الذين وقفوا مع ناديهم. وأرجو أن يستمر هذا الوقوف إن شاء الله حتى يحقق كذلك المراتب الأولى في الدوري الممتاز إن شاء الله. بإذن الله سمو الأمير، نبارك لك مرة أخرى وشكرا جزيلا أن منحتنا هذا الحديث الخاص. سمو الأمير شكرا جزيلا، ونامل إن شاء الله أن نلتقي بك دائما في المناسبات السعيدة. شكرا لكم ويا أهلا وسهلا في أي وقت. شكرا لصاحب السمو الملكية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، متحدثا ومهنئا ومباركا لأبناء وشباب مكة، وأيضا مباركا لهذا الانتصار الذي تحقق لفريق الوحدة قبل أقل من ساعة تقريبا، والتأهل والعودة إلى دوري زيل للمحترفين. ألف ألف مبروك للفريق الوحداوي الذي الليلة عاد لموقعه بعد أن كسب فريق الحزم بهدف دون مقابل. وجه من خلال برنامج الملعب الأمير خالد الفيصل التهنئة لكل الوحداويين، لكل شباب وشابات منطقة مكة على هذا الإنجاز، ولمدينة مكة تحديدا هذا الإنجاز لفريق الوحدة. سعود الصرامي كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نبارك لرجل الدولة والرياضي الكبير الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، لأنه هو واحد من أهم الشخصيات التي ساهمت في إعادة صياغة المجلس الشرفي والمجلس الإداري لنادي الوحدة حتى تحقق هذا الحلم الكبير بعودة الوحدة، لأنه نعرف أن الوحدة في العام الماضي سقطت إلى دوري الدرجة الأولى بقرار لا نريد أن نتحدث فيه مرة أخرى في هذه الأفراح. كما نبارك لسعادة الشيخ رئيس أعضاء هيئة الشرف في نادي الوحدة الشيخ صالح كامل الذي بذل الجهد الكبير وتوفير المال إن شاء الله، وفي الموسم القادم أنا متأكد أن سعادة الشيخ صالح كامل سيضخ الملايين الكبرى والكثيرة من أجل أن ينافس الوحدة على دوري زين. ونبارك كثيرا وباعتزاز شديد للإعلامي الرياضي الكبير الأخ علي داود، نعم، اللي فعلا استطاع بخبرته العريضة ودرايته وعمقه الكبير في الوسط الرياضي وفي الوسط الوحداوي تحديدا أن يعيد الوحدة إلى جادة الصواب وإلى الأضواء من جديد، لأنه فعلا لم يتجاوب مع الإعلام، لم يتجاوب مع المعارضين الذين يريدون ضرب الوحدة في الصميم، واتخذ قرار مهم بعد مباراة الوحدة والشعلة اللي انتهت 6-4، أعاد المدرب المصري بشير عبد الصمد، ومع عودة بشير عبد الصمد الذي يعرف كل اللاعبين نادي الوحدة وفي كل الدرجات أن يعيد إلى جادة البطولة الانتصارات. ما حدث للوحدة مفرح لكل الرياضيين، ألف ألف مبروك للجهاز الفني، للجهاز الطبي، للاعبين، لجماهير نادي الوحدة، لكبير مشجع نادي الوحدة عاطي الموركي اللي اليوم حول ملعب مدرجات ملعب الحزم ل يعني كرنفال جميل للوحداويين، ألف مبروك. أيضا نشدد ونقول النادي الحزم أدى موسم رائع، استطاع أن ينافس على الصعود حتى آخر مباراة. في النهاية أيضا أقدم شكر الجزير للحكم الدولي المرموق مرعي عواجي اللي استطاع وأكد للمرة المليون أنه واحد من أفضل الحكام الموجودين في المملكة. سنتحدث عن هذه التفاصيل فيما بعد، لكن أذهب لمحمد الشيخ. محمد، الوحدة يعود إلى مكانه الطبيعي. الحديث كان قبل قليل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز عن هذا الإنجاز وعن أنه سيكون خطوة في طريق نجاحات كبيرة يتطلع لها ويبحث عن الوصول إليها مع أعضاء شرف الوحدة ومع كل المحبين والمنتمين ومع شباب مكة في النهاية. نعم أبو خالد، بداية دعني أهنئ وأبارك لكل أهالي مكة المكرمة، وأبدأ بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي أعتبره بالفعل هو عراب هذا الإنجاز ومهندس العودة للمكان الطبيعي لنادي الوحدة. لا أنسى حينما نتكلم عن الوحدة الاجتماع الشرفي أو الملتقى الذي كان بحضور سموه الكريم
والذي قدم بالفعل روشتة العمل الحقيقي لنادي بحجم وكيان نادي الوحدة. الأمير خالد الفيصل لم يتحدث عن الوحدة ولم يتعاطى مع الوحدة كنادي رياضي فقط، تحدث معهم على أنهم بالفعل ملتقى أهل مكة الحقيقي. ولا أنسى كلمته حينما قال لهم: أتمنى أن أجد نادي الوحدة كما وجدت نادي الخليج في سيهات في الثمانينات الهجرية أو في التسعينات الهجرية، حينما قال بأنه كان محط أفئدة قلوب أهالي سيهات. هكذا قال لهم في ذلك الاجتماع، وبالفعل في تلك اللحظة انتفت كل الأصوات الصاخبة التي كانت بالفعل أصوات نشاز في النادي الوحدة، وسمعنا بالفعل أصوات جميلة، أصوات تبتعد عن الضرب في الآخر. من هنا انطلق الوحداويون سواء على الصعيد الشرفي مع الشيخ صالح كامل أو من خلال مجلس إدارة مع الأستاذ علي داود، ووجدنا الوحدة هذا الموسم كما لم نجده من قبل. صحيح أن الفريق تعثر في منتصف الموسم وبدأ لنا أنه غير قادر على العودة، ولكن الفريق العريق استطاع بالفعل في اللحظة الحاسمة أن يكون في الموعد، وشاهدناها اليوم يتأهل عن جدارة واستحقاق. ومن الظلم حقيقة، أقول من الظلم، أن لا نجد ممثل عن مكة المكرمة بما تملك من عراقة، دعني أتكلم على مستوى الرياضة، من عراقة كروية كأحد مؤسسي الرياضة في السعودية، كشباب، كنسمة سكانية، كدعم قوي موجود. إذا بكل المعطيات فريق الوحدة أو نادي الوحدة عاد لموقع الطبيعي. نتمنى بالفعل استمرار علي داود، مكلف لعامين، يفترض أنه عام مضى، عام آخر نتمنى بالفعل أن يتواصل هذا الألق وهذا الحضور الجميل للوحداويين. نعم، اليوم أيضا كان فريق الشعلة قد توج في تبوك، كان قد توج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى. اللقطات ستصلنا إن شاء الله، وفور وصولها سنعرضها مباشرة. فريق الشعلة كان قد حسم الأمر منذ الأسبوع الماضي، وتابعنا الحديث أيضا كان ومداخلة لصاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز عن هذا الإنجاز الذي تحقق لفريق الشعلة. هذه إنجازات مؤكد أنها تعني المسؤول أولا، تقدم له معيارية للعمل داخل هذه الأندية إذا ما تأهلت. اليوم كانت المنافسة محتدمة بين الوحدة والنهضة. نعم، والحزم صحيح. كان حتى آخر لحظة ممكن أن يعيد البطولة إلى الأجواء من جديد يعني، وقد كان ممكن يخلي يكون في مباريات فاصلة بين الوحدة والنهضة. كان موسم رياضي صعب وشاق وثلاثين جولة. أنا أعتقد إنه الشعلة تستحق التتويج والصدارة، والوحدة تستحق الصعود والمركز الثاني. الخليج النهضة أدت موسم كبير، معالي الشيخ فيصل الشهيل بذل مجهودات كبيرة، الفريق تعثر في الأمتار الأخيرة، الحزم بذل مجهود كبير برئاسة الأخ العزيز والزميل صالح الخليف. لكن احنا نقول انه الشعلة، شوف، في بعض المناطق حقيقة، في بعض المناطق التي فيها أندية رياضية يعني مسرورة جدا بأن أمراءها مهتمين بالرياضة ويعشقون الرياضة ويحرصون على تفوق أنديتها. يعني مثلا زي فريق نجران، المجهودات الجبارة لسمو أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز ساهمت في أنه نجران يكون أحد الأندية القوية في دوري الدرجة الممتازة. أيضا الآن الوحدة الآن في دعم كبير وهائل من سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، وهو أحد من وضع اللبنات الأولى للرياضة السعودية. هذا أيضا سيساهم جدا في عودة الوحدة إلى التألق. نعم، الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة الخارجة أيضا من الناس اللي عندهم فكر كبير في الوسط الرياضي. بإذن الله الأمير عبد الرحمن بن ناصر سيساهم وسيساعد بخبرته العريضة في الوسط الرياضي في أن الوحدة الشعلة تثبت في الدوري. نعم، اليوم المباراة كانت قد جرت في الرسم، مباراة الوحدة والحزم والوحدة. المباراة شهدت الانتهاء في الشوط الأول بالتعادل، لكن الشوط الثاني نجح الوحداويون في التقدم بهدف وحيد قادهم للعودة إلى دوري زين. نتابع ملخص لهذه المباراة. الكرة ملعوبة عرضية ممتازة،
إذن ألف مبروك للوحداويين هذا الفوز وهذا الوصول عودة مرة أخرى لدوري زيل للمحترفين. عبر الهاتف أرحب بالشيخ صالح كامل رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الوحدة. مساء الخير، ألف مبروك الفوز اليوم والعودة إلى دوري زين، فريق الوحدة يعود كبيرا كما عرفنا. مساك الله بالخير وشكرا على المباركة، والحمد لله على هذا الفوز، والحقيقة أنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر إلى لاعب الوحدة وإلى الأخي علي داود رئيس مجلس الإدارة وزملائه أعضاء المجلس للجهود التي بذلوها، هم واللاعبين هم أصحاب الفوز هذا، ونحن في هيئة الشرف واللجنة الإشرافية على نادي الوحدة قمنا بواجبنا نحو مكة المكرمة. نعم، والحمد لله أنه استطاعوا أنهم يعودوا إلى المكان اللائق بالوحدة باعتبارها النادي الوحيد في مكة المكرمة. نعم شيخ صالح، كانت مهمة صعبة حينما جئت أنت لهيئة أعضاء الشرف، وفي نفس الوقت جئت في وقت صعب لأن الوحدة كان قد عاد للدرجة الأولى وأمامه متاعب كبيرة حتى يعود مرة أخرى إلى مكانها الطبيعي. هل فعلا كانت المهمة كبيرة وصعبة إلى هذه الدرجة؟ من ثم كان العمل بموازاة هذه المهمة؟ والله هي ما قبلت هذه المسؤولية أنا وأخواني أعضاء اللجنة الإشرافية اللي شكلها الأمير نواف بن فيصل إلا لأن الوحدة نزلت إلى الدرجة الأولى. نعم، فهذا اللي خلانا من أهل مكة نحاول أنه نعيد النادي إلى المكان اللائق به. نعم، إلا جزاه الله خير أدانا من وقته أشياء كثير وأهتم بدعم النادي، فالحمد لله إن ربنا كلل جهوده بالنجاح اللي وصلنا له. نعم شيخ صالح، قبل قليل كان في مداخلة هاتفية معنا تشرفنا بها مع الأمير خالد الفيصل، كان يتحدث عن أن هذا الإنجاز وهذا النجاح هو خطوة تتبعها خطوات أخرى لننتظرها من الوحدة، وقال أننا نعمل عليها ليستعيد الفريق مكانته الطبيعية محليا وعربيا وعالميا. إن شاء الله، الحقيقة يعني دعم الأمير كان هو بعد توفيق الله هو العامل الأساسي. نعم، في دفعنا للشيء اللي ربنا حققه الحمد لله. نعم شيخ صالح، سؤالي الأخير، علي داود رئيس مجلس الإدارة الآن هو لمدة عام رئيسا صحيح؟ والله هو مجلس الإدارة الموجود الآن اللي عينته اللجنة الإشرافية. نعم، وأعتقد أنه بنهاية العام لابد أن تجري انتخابات، ولكن نحن بنعيد تنظيم النادي نفسه لسه إلى الآن بنعيد وضع اللائحة وبنعيد وضع الجمعية العمومية. نعم، وأعضاء مجلس الشرف. نعم، كل هذه الأشياء ما كنا معطينها اهتمام، كنا مركزين على الدوري. صحيح، والحمد لله وقد انجزت هذه المهمة، جاء الآن يعني الدور لبقية هذه الأشياء، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل الخطوات القادمة. أفهم من هذا أن الأستاذ علي داود سيستمر لعام لموسم آخر حتى يتم ترتيب؟ والله أعتقد أنه على الأقل لابد أن يستمر لموسم آخر حتى يتم ترتيب الأمور، حتى يتم ترتيب الأمور هذه كلها. الشيخ صالح كامل رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الوحدة، شكرا جزيلا لك، شكرا أن خصيتنا بهذا الحديث، ونبارك لك مرة أخرى ولكل الشرفيين ولكل الوحداويين. شكرا، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا للشيخ صالح كامل رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الوحدة، متحدثا عن الانتصار الذي تحقق للفريق وعودته مرة أخرى لدوري زين للمحترفين. محمد الشيخ، مباشرة الأستاذ علي داود سيستمر للموسم القادم رئيسا. أنا ما لدي من أخبار وموثوقة ومؤكدة بأن تكليف علي داود هو لمدة عامين، يعني تعودنا نحن في كل التكليفات السابقة أن التكليف لمدة عام، تكليف علي داود لمدة عامين، وعلي داود أكد بأنه إنما جاء لترتيب
أوضاع البيت الوحداوي بالتعاون مع اللجنة الإشرافية. نعم. وأيضا بثقة من الأمير خالد الفيصل وأيضا بتكليف الأمير نواف الفيصل، وأكد وأنا أتذكر تماما تصريحاته بأنه سيسعى جاهدا لإنجاح الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس ومجلس أعضاء إدارة قادم للنادي، وأكد أيضا وأتذكر تماما بأنه يريد أن ينجح الجمعية العمومية بحيث تمثل العمومية المستوى الحقيقي والقاعدة الشرعية الحقيقية لنادي الوحدة، انتخابات ممثلة لجماهير نادي الوحدة، لا تكون انتخابات كما نقول انتخابات سلك بيض كما وهذا ما فهمناه. 86 عضو يعينون رئيس نادي الاتحاد، تخيل النادي المليوني بجماهير، بس عاد ما يسلك بيض يعني محمد، يعني بعض الوصف هذا احيانا يسب يعني يكون قاسي الى حد كبير. ابو يعني انت لما اقول جمعية عمومية في نادي بحجم الاتحاد فيه يعني اكثر من 200 صحيح ينتقد في هذا الجانب، لماذا لم يكن هناك اكثر من مرشح، لماذا لم يكن هناك اصوات عديدة، لماذا لم يحضر، هذا ينتقد اكيد، لكن يعني من المترشحين انا اتكلم عن اعضاء الجمعية. يا اخي اعضاء الجمعية تتكون من اعضاء عاملين، يكفي فقط العاملين الاتحاد يتجاوز 86. طيب. ليس يعني تخيل نادي الاتحاد فقط 86، ايضا في نادي وحدة في الجمعية العمومية التي كان مرشح لها الأمير عبد الله بن سعد جمال تونسي، لم تكن جمعية عمومية تعبر عن حقيقة جماهيرية نادي الوحدة. نعم محمد. محمد أعتقد أنه سيعمل من أجل توسيع قاعدة الجمعية العمومية، ولكن أيضا كنت أرى أن الأستاذ علي داود كان حالما أيضا لأنه يتحدث عن أكثر من 3000، وهذه يعني الصعوبة كان في ظل نأي الكثيرين تحدث في الأندية. لاحقا قد نفتح هذا الأمر فيما يخص كل الأندية، لكن في النهاية الشيخ صالح كامل كان يتحدث عن أنه لابد أن يجري ترتيب الجوانب العديدة لأعضاء الشرف حتى كثير من الجوانب، بهذا ما يعني أنها ستقام الموسم القادم، الجمعية العمومية ستنعقد. ألف ألف مبروك للوحدة، تعليق سريع منك سعود، كان عندك تعليق؟ والله أنا عندي تعليق أنه أهم ما يميز الانتصار الوحداوي اليوم أنه هناك اللغة مختلفة، اللغة راقية، لغة نعم. حضارية، لغة إشادة بالجميع، يعني في المواسم الماضية رغم أنه الوحدة كان عنده نجوم ولاعبين ممتازين أوصلوهم للمركز الثالث واللعب نعم. على نهاية كأس ولي العهد والمنافسة، لكن كانت المشكلة أنه في اللغة وكان في المعارضين دائما يمارسون سياسة كسر العظم. أنا أعتقد أنه مداخلة الشيخ صالح كامل اليوم تؤكد أن مستقبل الوحدة مشرق، والشيخ صالح كامل ما شاء الله تبارك الله من الشخصيات المعروفة ماليا، وبإذن الله سيدعم الوحدة في الموسم القادم دعما هائلا، وسيحضر 4 لاعبين أجانب على مستوى كبير سيقودون الوحدة لتحقيق الكثير من الإنجازات. نعم إن شاء الله نعمل هذا للوحدة ولكافة الفرق. نذهب إلى فاصل، بعده نعود للجزء الثاني من برنامج الملعب وفيه نتابع. محللو الرياضية يتوجون أفضل لاعب في كأس الأبطال بربع النهائي، ويختارون أفضل الهدافين. في 29 دقيقة
الأزمات يعني هذا الترتيب وسلم الترتيب الدوري زين للمحترفين كان أحد وجه من خلال الشباب صعوبة بالغة في اهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج الملعب وارحب بضيفي الكريمين عبر الاقمار الصناعيه من الدمام محمد الشيخ ومعي في الرياض سعود الصرامي. اهلا وسهلا بكما. وقعت اداره نادي الهلال عقدا مع الكرواتي زلاتكو مدرب نادي الفيصلي السابق حيث سيتولى بموجب هذه التوقيع التدريب للفريق الاولمبي الازرق لكره القدم اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل. وجاء في البيان الصادر عن مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي أن الإدارة كانت قد وقعت وجلبت هذا المدرب حرصا منها على أن يسهم في صقل المواهب واستمرارا للمنافسة على بطولة الأمير فيصل بن فهد ليكون رافدا قويا للفريق الأول. زلاتكو كان واحدا من أبرز المدربين الذين حضروا في الفترة الماضية في العامين الماضيين. من جانب آخر علمت مصادر الملعب أنه يجري الآن اجتماعا بين اللاعب ياسر الشهراني وأحمد القرون وكيل أعمال اللاعبين من أجل حسم الصفقة التي يبدو أنها تقترب إلى الهلال، حيث سينتقل ياسر الشهراني للفريق الأزرق بالنظام الإعارة لموسم واحد. لكن العائق الوحيد الذي يعطل هذه الصفقة حتى الآن هو أن إدارة نادي القادسية تشترط أن يوقع اللاعب على عقد على إضافة موسم آخر إلى المواسم الثلاثة السابقة التي كان قد وقعها مع الفريق في سبتمبر الماضي. الأخبار الواردة لنا أنه الليلة سيتم حسم الأمر وأن الليلة سيتم التوقيع فيما يبدو وسيتم إعلان الأمر لأن اللاعب سيلتحق بالمنتخب وبالتالي سيتم الأمر حسمه الليلة، لكنه بنسبة كبيرة يتجه للهلال. سعود عبد العزيز إذا تعلق لي على هذا الموضوع أولا وعلى زلاتكو مدربا للأولمبي. والله طبعا زلاتكو مع الفيصلي قدم مواسم جيدة، الفيصلي لعب مباراة كبيرة معه في الدوري، لكن إلى الآن أنا ما أدري هل هو يعني مع الفيصلي انتهى عقده وإدارة الفيصلي لا ترغب فيه أم العملية يعني تم التوقيع بالاتفاق أم غير الاتفاق. أنا حقيقة إلى الآن لا نعرف موقف نادي الفيصلي أو إدارة الأخ فهد المدلج بالنسبة لللاعب. لكن طالما وقع معنى هذا أنه لا يرتبط بشيء مع الفيصلي، لا هي تصير فيها مشاكل لأن هنا المسألة احترافية يعني لا ما لا لا يمكن تصير فيها مشاكل أنا ما أدري حقيقة من أي ناحية مشاكل. يعني مثل بعض الامور يقول لك والله هذه تصنف على انها قرصنه ثم تصير زي مشكله لما قرصنه مدرب. اي نعم لما تاخذ لاعب ممكن لا لا قرصنه مدرب صعب. لا لما تاخذ مدرب وهو اساسا على راس العمل وتحت كفاله اداره نادي الفيصلي اذا ما فيه الفيصلي متنازل برضاه حتتكون في مشكله. لما انا اتذكر في مشكله صارت ايضا بين النصر والهلال على الكابتن آرثر جورج في وقت من الأوقات وصارت أزمة بين الطرفين لأنها تتدخل حتى مكتب العمل فيه. لكن في النهاية فهد المدلج وإدارة نادي الفيصلي عليها أن توضح موقفها في هذا الجانب لأنه مدربها ناجح ومستمر، هل هي كانت ترغب فيه أم لا. بالنسبة للكابتن ياسر الشهراني اللي أنا أعرف أنه فيه سباق بين عدد من الأندية للفوز بعقد اللاعب، اللاعب طبعا ميوله تتجه الى الاحتراف في نادي الهلال. وقلت لك انا في فتره من الفترات لما كنت هنا قبل شهرين قلت اذا تدخل سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد او الامير عبد الله بن مساعد في القضيه فان القضيه ستنتهي وستحسم لنادي الهلال. اما اذا استمر الاخ العزيز حسن الناقور هو الطرف المفاوض في الهلال فان العمليه ستطول لانه مبالغ اللاعب مبالغ كبيره. في النهايه اذا كانوا النصراويين يعني منزعجين انه اللاعب سينتقل للهلال انا اقول للنصراويين تقبلوا هذا الامر بروح رياضيه. هناك ثلاثه لاعبين من القادسيه انتقلوا للنصر، محمد السهلاوي، الحاج بوقش، وخالد الغامدي. طيب. فالروح الرياضيه يجب ان تتسم في هذا. طيب. الموضوع. طيب محمد الشيخ سريعا بشكل سريع انا اعتقد انه تعاقد الهلال مع زلاتكو اولا
خطوة موفقة. المدرب أثبت حضور مميز مع الفيصلي. صحيح. ما أعرفه تماما أنه زلاتكو أنهى ارتباطاته مع الفيصلي، ولذلك أعتقد مدرب يملك من الطموحات. صحيح أن الفيصلي في يدرب الفريق الأول. نعم. ويلعب في دوري المحترفين، ولكن أعتقد أن تدرب في الهلال وعلى مستوى فريق الأولمبي خطوة متقدمة جدا في عقد أو في مسيرة زلاتكو. هذا من جهة المدرب. من جهة تعاقد الهلال مع ياسر، كل البوادر تشير بأن الموضوع بات في يعني في حكم المحسوم تماما. الليلة سيمضي اللاعب عقده مع عقد نظام الإعارة مع القادسية. الجميل في الأمر أن إدارة الهلال لم تنساق إلى الدخول في لعبة مساومة. صحيح أن إدارة القادسية سلمت الملف لأحمد القرون، وأحمد القرون يعني وسيط محترف، ولكن كل النوايا كانت تشير أن يوضع الملف في إطار المساومة بين الأندية، أو يعني ما يمسي يعني بأسلوب، أنا لا أريد أن أقول يعني أكثر من يعني منافسة زيارة. يعني أقول منافسة. الجميل أن الهلال والزيارة التي قام فيها عبد الله هزاع إلى الرياض في الأسبوع الماضي يعني وضعت النقاط على الحروف وحسمت انتقال اللاعب إلى الهلال. وأعتقد أنه الخطوة كان يفترض أن تتم منذ شهور، لأن ياسر الشهراني كان قد وضع النقاط عليه بأنه لن ينتقل إلى الهلال، وهذه كانت معلومة واصلة لإدارة نادي القادسية. عبر الهاتف أرحب بالأستاذ عبد المحسن المعمر، وهو المتحدث الإعلامي بنادي الفيصلي. عبد المحسن مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور، الله يحييك حبيبي. أولا تعليقك على ما قاله الأستاذ سعود الصرامي عن أن زلاتكو هل انتقل بإرادته أم بطريقة نظامية بعلم إدارة ناديه أم عكس هذا؟ لا اتخاذ زلاتكو الهلال كان بطريقة نظامية. المدرب أخذ مخالفته بنهاية الموسم، قدمنا له عرض قبل شفرة، كان طلب 5 أيام فرصة للتفكير. طبعا بعد سفره يقول ابغى اطلع اخذ يعني جو راحه وافكر براحتي. نعم. المدرب بعد 3 أيام او 4 أيام تقريبا اتصل على الاستاذ فهد المدلج وابلغه انه عنده عرض يعني افضل من نادي الهلال، وانه يرغب يعني بانه يوقع عقد افضل وياخذ فرصه افضل. طبعا في كنا من قبل رد المدرب كان فيه عده خيارات، تم اختيار واحد منها ان شاء الله سيعلن خلال 48 ساعة. مدرب؟ ان شاء الله. من هو؟ الاسم نحفظ عليه الى انتهاء 24 ساعة. معناه خلاص يعني انتم على مقربة من اعلان الامر ان شاء الله، ولكن بدون اعلان اسم، وان شاء الله باذن الله راح نعلن في وقت مناسب ان شاء الله. من اي جنسية؟ سبق لها ان درب في السعودية؟ اسم؟ ما يستطيع قطة له. سبق أن درب لدينا؟ لا نهائيا، المدرب ما درب في السعودية. من أي جنسية؟ أوروبي المدرب. كرواتي صحيح؟ لا غير صحيح. طيب. غير صحيح إطلاقا. يعني أنا أحدث الجنسية هذه من بين القواعد. طيب شكرا جزيلا لك عبد المحسن المعمر المتحدث الإعلامي بنادي الفيصلي، معلقا على ما قلته أنت. تفضل. أنا زلاتكو تقريبا مدرب فيصلي ذكرني بمدرب الأهلي اللي في العام الماضي، المدرب اللي كان يدرب منتخب غانا الصربي، لما قال إني أنا بروح لمدة 4-5 أيام لذا، بعدين فتحنا الصحافة اليوم الثاني لقيناه موقع مع الفريق. لا بس فرق بين الاثنين، هذاك راح بدون علم الإدارة. نعم. يعني أقولها لك يعني واضح أنه في أثناء وجوده مع فريق الفيصلي كان هناك عرض قوي من نادي الهلال، عشان كذا فضره. طيب. احنا نقولك إذا كان الأخ عبد المحسن المعمر لا يريد أن يدافع عن ناديه ويقول هو كمسؤول في المركز الإعلامي في نادي الفيصلي أن المدرب ذهب رسميا وبطريقة نظامية إلى نادي الهلال، احنا نوافق على هذا الكلام ونقول أنه ألف مبروك لنادي الهلال أنه أشرف أو أسند مهمة الفريق الأولمبي للمدرب زلاتكو. أنا اللي مستغرب. بس اسمح لي، قبل فترة في جول أونلاين أعلن على لسان الأستاذ فهد المدلج أنهم لا يرغبون التجديد مع زلاتكو لموسم آخر،
شلون يقول هو الان الاخ عبد المحسن يقول احنا كانوا يفاوضونه وطلبوا مهله. هو طلب على ما اعرفه انا وان اداره الهلال لم تفاوض الا بعد ان علمت بهذا الخبر. انا متاكد انه اتجه الى الاغراءات الماليه. ولا يعني هل معقول مدرب يسجل نجاحات في الدوري القسم الاول ثم يفضل التدريب الفئات السنيه على ذلك؟ انا اعتقد انه هذا فيها اغراءات ماديه شديده. هو فهد المدرج ايضا قال انه كان قد انتهى عقده او ينتهي هذا الموسم، يعني هذا اخر موسم له مع الفيصلي. نعم انا اقول لك في مفاوضات للتجديد. انا اتكلم لك انا خلاص انا لن اخرج. لا انا اذكر انه فهد المدلج كان قد أنا لن أخرج عبر الصحيفه الالكترونيه يقول اون لاين انهم لا يرغبون التجديد وان هذا الموسم هو الاخير له فقط. انا لن اخرج عن كلام المتحدث الرسمي. طيب. عبد المحسن معمر واوافقك بكل شيء واقول الف مبروك للهلال، لكن في هناك اسئله طيب. تطرح وهي لا تجد الإجابة الكاملة. كيف مدرب يعني يدرب في القسم الأول ثم يقبل تدريب الفئات السنية؟ يعني أنا أول مرة أشوف مدرب يدرب فريق أول وينافس في دوري زين للمحترفين يترك دوري زين للمحترفين ويذهب لتدريب الفئات السنية. على أي حال يعني أحيانا هذه تحكمها نعم تفضل محمد سريعا بس. يعني أنا ألاحظ في الزميل سعود أنه صاير ملكي أكثر من ملك. يعني عبد المحسن بن معمر خرج وقال لك أن المدرب انتهى عقده وأنه أعطي فرصة للتفكير. زين هذه نقطة. النقطة الثانية يعني هل يريد من أي مدرب أن يرفض تلقي أي عرض أكثر في 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 فترته الأخيرة مع أي نادي وتدارس العروض حتى يعني تفوت عليه مثل هذه العروض ويقبل بما هو أقل مرتبط بعقد؟ هذه نقطة. طيب. النقطة الثانية هذا الكلام أنه والله كان يدرب في الفيصلي وفي دوري المحترفين ومن ثم يدرب فئات سنية، هذا ينطبق على كثير من المدربين في العالم. هذه نقطة. النقطة الثانية المدرب هو من يقرر، قد يكون بحث عن نادي بحجم الهلال، قد يكون بحث عن العرض الأفضل. الآن لدينا مثال ريكارد هذا كان يدرب منتخب هولندا وحائز معه على وصافة بطولة أوروبا ودرب ببرشلونة، في النهاية جاء ودرب المنتخب السعودي إلى تصنيفه في العالم لما درب 98. يعني كارلوس البرتو يعني درب البرازيل وحقق معه كأس العالم. طيب. وجاء درب والله تركيا وبعدين درب واضحة يعني هذه النقطة يعني هذا نقول يعني سعود أنا يعني هو ضرب يا أبو عبد الله الله يطول عمرك. أنا أتكلم لك عن قضية محددة طيب. وواضحة أمامي. أنا ما دافعت عن الفيصلي، أنا قلت وجهة نظري. طيب. لأن في أسئلة لم تفهم علشان كذا. وأنا أخشى حقيقة أن تكون إدارة الهلال عاقبت إدارة الفيصلي لأنها باعت عقد عقيل بلغيث لنادي الأهلي وتركت العرض الهلالي. عاقبت؟ نعم أنا أعتقد. الآن أنت تشوف بس حتى لن لا لا لا, 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 لا شوف أنا أشوف الآن فيه استعراض عضلات لملايين الأندية القوية، استعراض شديد للعضلات للملايين يعني لاعبين. بحقيقة أستغرب أن تصل أسعارهم إلى 10 و11 و12 مليون. طيب. وهم في النهاية أنا متأكد تمام التأكد لن يقدموا الإضافة الفنية المأمولة للأندية التي طيب. انضموا إليها. طيب. على أي حال وجهة نظرك واضحة، احنا قلنا أيضا وجهة النظر اللي كنا نعرفها عن هذا الموضوع. وعبد المحسن المعمر وهو المتحدث الإعلامي النادي الفيصلي قال رأيه ننهي هذا الأمر، لكن للتو وردني أيضا أن ياسر الشهراني وقع لنادي الهلال مقابل 6 مليون ريال بالإعارة، وقد مدد في ذات الوقت لمدة عام مع ناديه القادسية. الأمر حسم وفقا لمراسلنا في المنطقة الشرقية الزميل بدر رافع كان قد وفانا للتو بهذا الخبر. أذهب لمتابعة الحديث الذي كان قد أدلى به الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر يوم أمس، نتابع ماذا قال. احنا كنا في اخر مباراه 3 مباريات في الدوري مستوانا بدا يتصاعد، طبعا بين في مباراه شقيقه نادي الشباب الحمد لله فزنا ذهاب واياب الحمد لله بنتيجه جيده وتاهلنا. طبعا المباراتين القادمه مع شقيقه نادي الفتح انا اتوقع انها صعبه جدا، لكن ان شاء الله بعزيمه رجالنا وبتكاتف الجميع من جماهير واعضاء شرف واداره لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم بإذن الله نحاول نتعدى الفتح ونصل للنهاية. ذكرت أنه يعني من يوم أتى
مدرب وبعد معسكر قطر قلنا انه بيتحسن الفريق. طبعا احنا عارفين هذا الشيء لان احنا نتابع الفريق في التمارين والحمد لله يعني تحسن تدريجيا. قلنا احنا قلتها عبر برنامجكم الملعب وعبر لقاءات بعد مباريات انه اصبروا بيكون النصر في نهاية الموسم او في بطولة مولاي خادم الحرمين الشريفين افضل بكثير وبنسعد جماهيرنا. هذا الشيء كثير من عندكم صفقة، البعض يتحدث انه ما ترانا سيئة، اللعيبة الاجانب، الامير فيصل التركي يصر كان يصر على انه انتظروا نصر خادم. الحمد لله على كل حال الحين بين للجميع أن النصر تحسن كثير. طبعا احنا ما نوعد بالبطولة لكن نوعد بالمنافسة الشرسة، وبإذن الله جمهورنا بيكون متواجد مساند للاعبيننا لا هنا ولا في الأحساء، يعني جمهورنا هنا وفي الأحساء نفس الشيء. الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر متحدثا عن فريقه وعن حظوظه في كأس الأبطال قال أننا سنبذل كل شيء وسننافس بشراسة، لكننا في النهاية يعني البطولة لا نضمن لأنه في النهاية ليست بأيدينا إنما نعمل ما علينا. أسعد سريعا في هذا. والله شوف أنا أشوف من بعد ما النصر تجاوز الشباب في صاير تضخيم شديد لنادي النصر وأنه سيصل إلى المباراة النهائية وسيحصل على الكأس، وأن كل الفرق التي أمام نادي النصر يتم تقزيمها، حتى لو جاء فريق برشلونة وريال مدريد لتم تقزيمه لأن النصر سيحصل على البطولة لأنهم يهدفون إلى تخدير الفرق الأخرى حتى يخسر النصر ثم تتغير اللغة. هناك لغتين الآن موجهة لنادي النصر، اللغة الأولى قبل الخروج وهو تضخيم نادي النصر وتقزيم الآخرين، ثم بعد الخروج تقزيم النصر وتضخيم الآخرين. من؟ من الإعلام المنافس. وعلشان كذا النصراويين سيلعبون مع فريق الفتح. فريق الفتح هو الحصان الأسود للدوري، هو من تعادل مع الأهلي في جدة 3-3 وفي الأحساء 2-2، هو من هزم الاتفاق ثلاث مرات، هو من هزم الاتحاد مرتين، هو من هزم النصر بتسعة لاعبين هنا في الرياض. فريق الفتح يعتبر واحد من أفضل 5 أندية في الدوري السعودي. إذا نادي النصر لم يعطيه الحجم المطلوب ولم ياخذ اعتباره فان الفتح قادر على تجاوز النصر، لكن يظل النصر كبير حتى والفتح وهو كبير. يغيب صحيح والفتح ما نختلف على هذا. فقط اعود مره اخرى عبر الهاتف ورحب بالاستاذ عبد الكريم الجاسر وهو مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال. عبد الكريم مساء الخير، اهلا وسهلا. هلا والله رجي الله، مساء الخير عليك وعلى الزميل سعود والزميل محمد والساده المشاهدين. يا هلا تفضل. زميلنا رجاء الحقيقة أنا تابعت حديث أبو فهد عن موضوع زلاتكو وتعاقد الهلال معه، وأنا الحقيقة أشوف أن أبو فهد يمكن لم يتحدث عن وقائع إنما تحدث عن انطباع شخصي أو رؤية شخصية أو تحليل لبعض الأشياء، لأنه تعاقد الهلال مع السيد زلاتكو يعني تم قبل 3 أيام وبعد أن أعلن نادي الفيصلي عبر رئيسه في موقع جول أونلاين أننا لن نجدد عقد المدرب، وتم توقيع العقد معه بالفاكس ومفاوضته ونجاح المفاوضات بشكل سريع لأنه المدرب كان عنده رغبة كبيرة في العمل في الهلال وفي يعني العودة إلى المجال اللي يعمل فيه سابقا وهو تدريب الفرق الأولمبية كما كان في منتخب كرواتيا الأولمبي. فمثل هذه الأمور يعني ما أعتقد أنه فيها أي مجال ممكن أن يلاقي في أي نادي، لأنه المدرب انتهى عقده بشكل احترافي ونظامي وينتهي بنهاية الموسم وتم التوقيع مع الهلال. وإحنا عندنا حالة مماثلة، الكابتن هيثم حياني انتهى عقده بنهاية الموسم وتم توقيعه للنادي الأهلي ولم يكن هناك أي احتجاج أو اعتراض من الهلال، لأن هذا هو الاحتراف، المدرب ينتقل واللاعب ينتقل والأمور الاحترافية يعني مضمونة وفي صالح الأندية وليست ضدها. ولذلك أنا الحقيقة يعني أتمنى أنه ما يكون في أي تأويل، انما اذا كان هناك شواهد وادله واحداث حقيقيه ان يتم الاستناد اليها، اما ان يكون مجرد انطباع راي شخص يعني ويقدم على انه هو الحقيقه هذا الحقيقه يعني غير صحيح ومسيء للانديه. اسمح لي يتداخل معك عبد العزيز سعود. اولا مسيك بالخير يا استاذ عبد الكريم. هلا والله ابو فهد، اهلا. الحمد لله على السلامه، وثانيا الف مبروك على الفوز اللي حصل ضد بيروزي. انا مجرد يا استاذ عبد الكريم، أنا مجرد طرحت يعني عدة أمور
يعني انا بالنسبه لي يعني وقد يكون بعض الشارع الرياضي اسئله يعني مقنعه واسئله تنسجم عن الوضع الحالي، كيف مدرب يسجل نجاحات في موسمين مع فريق الفيصلي ثم يوافق على تدريب فريق للفئات السنيه؟ هذه يعني انا ابغى استنتاج لهذا الشيء، ابغى افهم هذا الشيء. يعني يعني لو انه مثلا مدرب لم ينجح مع فريقه اوكي ممكن اقول لك يشرف على فريق اخر. بعدين العملية المقارنة بين الكابتن عيسى المحياني والكابتن زلانكو لا وجه للمقارنة، هذا يخضع لمادة 18 وهذا لاعب وهذا مدرب، فيها اعتقد المقارنة شبه معدومة بين الطرفين. طيب ابو فهد الحقيقة شف يعني اولا الله يبارك فيك وان شاء الله ما تتكرر مثل هذه الانتصارات لصالح الكرة السعودية. يعني المقارنة هي في الناحية النظامية، يعني انا اتصور انه مدرب مثل زلاتكو مدرب هو اصلا يعني درب في الفيصلي لمده يمكن سنتين او اكثر وحقق النجاحات المطلوبه ولم يعد لديه الرغبه في الاستمرار، كما هو مدرب الاتفاق مثلا طيب. برانكو اعلن انه يعني لن يجدد عقده من 3 اشهر، فلو تعاقد معه الان اي نادي قالوا اكيد انه هو اللي خلاه اليه، لانه في اتفاق مع النادي الفلاني. لكن بالنسبه لزلاتكو، زلاتكو يعرف انه الهلال مجال كبير له للعمل، يعرف انه في الهلال في مواهب كبيره ممكن ان يقدمها للفريق الاول، يعرف انه هو مدرب يعني قال حرفيا انه يبحث عن النجاح. طيب. ويبحث عن تقديم نفسه لكره القدم السعوديه من خلال الهلال ومن خلال عمله. طيب. ولذلك اي يعني لو تلاحظنا الفتره الماضيه لما القيل دول لو كان لديك مدرب بحجم زلاتكو كان يمسك الفريق الاول، مدرب الفريق صحيح. مثل المدرب هذا هو عارف ومدرك الكره السعوديه. طيب. ويعرف انه قد ياتيه فرصه في يوم من الايام بعد سنه سنتين ثلاث ومن خلال عمل اللي يقدم النجم ولا تجيب الفريق الاول، واضح هذه النقطه، الفريق الاول ينتقل الى المنتخب السعودي ولما لا، واضح هذه النقطه، هذا الطموح وهذا التوجه. صحيح. فالمساله يعني واضحه ما فيها. طيب. مدرب انتهى عقده ليس لديه الرغبه في الاستمرار، يعني هو يشتكي من واضح يا استاذ عبد الكريم. انا ما ابي الحقيقه اقول تفاصيل قد لا تكون لها فائده، لكن الشيء اللي ناكد عليه انه تم التعاقد معه بطريقه قانونيه ومع كامل الاحترام والتقدير لجميع الاطراف. شكرا جزيلا لك عبد الكريم الجاسر مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال. نعود مره اخرى، يعني الاراء كلها وضحت، انا بالنسبه لي قلت كل واحد يقول يعني رايه، وهذا انا اقول بالتوفيق للمدرب مع مع, مع 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 الهلال، من حقك ان تطرح كل اسئلتك، وبالتوفيق للفريق الفيصلي مع مدربه الجديد باذن. طيب. الله نذهب للمتابعه ايضا الحديث الاخر كان لخالد عزيز ايضا عن مستوى فريقه وحظوظ فريقه في كاس الابطال. فيصل الملوقي كان قد التقى، نتابع ماذا قال خالد عزيز. اصابتي في الوتر، وتر المفصل طبعا، اللي يقول لك الوتر الركبه كلها كلام واشاعات، اللي يقول انقطع في الرباط كلها كلام. فبعد مباراه الاتحاد حسيت بالم، جت مباراه الشباب الاولى في الام خفيفه، فتعرف انت لازم الوتر هذا يبغى له راحه، فضغطت على نفسي ولعبت المباراه الثانيه وحسيت بالم دقيقه 60 وطلعت. اليوم عندي اشاعه ان شاء الله، بكره عاد التقرير يكون عند الدكتور، ما ادري انا بالضبط يعني ايش فيه، بس ان شاء الله يكون سليم، ان شاء الله نقدر على المباراه الجايه. فيعني الحين لما تقول لي الانضباط وما الانضباط وقبل وبعد وما نعرف ايش، كان الحين طيب ما شفت اني قاعد في النصر ولاعب المباريات والحمد لله كلني طالب فيني اني العب، فقالوا لا خلوه. كان طلع محمد السويد قال خالد غايب وقال، بس ما انا ما ردت على هذا كله دليل على تميز الحمد لله بعد فضل الله طبعا. فأنا انا ما كل ردي في الملعب في سر، صح في سر على تميز خالد عزيز، يعني الكل يتحدث عن خالد عزيز، نتحدث عن مباراة النصر كذا في المحور له هيبه صراحه، في سر بعوده مستوى خالد عزيز راحه هي. يعني يوم جيت النصر انا صراحه من الصغير للكبير صراحه كل واقف معي، كل اعرف زي ما اقول لك يعني اعطاني يعني يوم جاء خالد هنا حسيت انا بثقلي، حسيت بوزني، حسيت اني لاعب يعني، فقلت برد الجميل هذا في الملعب، يعني ما رد عن طريق الصحف او الاعلام او الكلام، يعني كله في الملعب، والحمد لله ان الله وفقني وان شاء الله تبارك لي النهايه ان شاء الله. والله اول شيء الجمهور
صح انه كان مباراة الشباب ما كان بالشكل المطلوب، ما كان بالشكل المطلوب مباراة الشباب، فما عودنا على جمهور الشمس. انا طبعا قبل ما اجي نادي النصر ما شاء الله كان يملى الدرجات، طبعا زي ما تعرف مباراة الشباب الاخيرة كانت مصيرية يعني، فلازم يكون متواجد، فما الومهم لان كل جمهور كل واحد حاط يده على قلبه. يعني ما ادري انت تحب نادي النصر وتحب لعيبته، يعني ليش ما واثق في لعيبتك يعني؟ هذا يعني السؤال، يعني ليش الجمهور واثق في لعيبه نادي النصر؟ اوكي يمكن يقول لك سنين ماخذين بطوله ومن حقه يزعل ومن حقه، بس انه لازم توقف معه، هذه البطوله الوحيده. الحين لازم، الحين هذا وقته. لازم يوقفوا، ان شاء الله انه يملون استاد الملك فهد مباراه الفتح ان شاء الله. خالد عزيز متحدثا عن وضعه في نادي النصر. محمد الشيخ تعلق سريعا إذا ممكن على ما قاله خالد عزيز. أعتقد ما يستحق التعليق عليه بالنسبة لخالد عزيز هو استقراره في نادي النصر وشعوره بأنه يريد أن يرد الجميل لهذا النادي. أعتقد أنه خالد عزيز بدأ يشعر بأن مصيره الكروي بات مهددا، يعني أي خروج عن النص في هذه اللحظة قد تنهي مسيرته كلاعب تماما، كما يقال الثالثة ثابتة بعد الهلال والشباب والآن النصر. لا مجال لأي نادي أن يثق فيه إلا أن يكون يذهب إلى أندية الدرجة الثانية هكذا. الأمر الآخر، في الهلال أعطي من الفرص ولم يستقم الحال. أنا أتصور أن خالد عزيز لا زال على المحك، لا زال حتى اللحظة، يعني أنا شخصيا لا أثق في خالد عزيز، هذه حقيقة، ولا أثق فيه نظرا لأنه قدم من الاعتذارات ومن ثم عاد مرة وأخرى وثلاث. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعود لتصريح الأمير فيصل بن تركي. أنا لا يعني أستغرب حقيقة من أبو فهد حالة، يعني لا أقول رفض التحفيز الذي يأتي سواء من النصراويين أو غير النصراويين لفريق النصراوي، الشعور بأن النصر قادر هذه المرة على أن يحقق البطولة، أو أن هناك من يريد أن يحقن النصراويين بأبر التفاؤل على الأقل. أبو فهد لا أقول مثبط، ولكن أقول يعني لا يريد أن يشعر النصراويون بأنهم على بعد خطوتين فقط من تحقيق اللقب. يجب أن يعيش النصراويون هذا الشعور من أجل أن يدخلوا الملعب وهم على ثقة بأنهم قادرون أن يكونوا أحد أبطال هذا الموسم. هل يريدهم أن يدخلوا وهم محبطين؟ يقول بأن الفتح الذي هزم وهزم وهزم، هذا الفتح الذي هو في المركز السادس في الدوري، نعم، نعم، هزم الاتفاق وهو في المركز الرابع، يعني ليست هناك معطيات، يعني أن يأتي النصر وهو المتأخر في الدوري ويهزم الفتح، بل حتى يهزم الشباب بدليل أنه هزم الشباب. إذن ليس هناك معطيات يمكن أن يستند عليها بالنسبة لأن يفوز الفتح أو يخسر في بطولة كهذه البطولة. نعم، أنا بالنسبة للأخ محمد وقولته يعني أنه أنا لا أثق في خالد عزيز، أنا والأخ محمد إعلاميين لسنا إداريين في الأندية أو غيرها، ولكن خالد عزيز طبعا خاض تجربة ممتازة مع ناديه الهلال وحقق معه عدد من البطولات. كل اللاعبين تأتيهم فترات يصير فيه بينهم وبين الأندية بعض المشاكل فيتم يعني حلها. الآن هو انتقل لنادي النصر، انتقاله لنادي النصر هو كلام يقول أنا وجدت نفسي في نادي النصر، وجدت التقدير الكامل في نادي النصر. أنا أعتقد الأشهر الثلاثة الماضية في التواجد في نادي النصر يعطي انطباع أن الرجل جاء لخدمة نادي النصر، والدليل أنه المباراة الماضية أمام الشباب هو من أصر على المشاركة رغم إصابته، وهذه الإصابة ستمنعه من المشاركة في مباراة الفتح يوم الثلاثاء القادم. أنا أعتقد أن الكابتن خالد عزيز يعني بقى لها يمكن من الوقت قليل ليعتزل، ممكن سنتين ثلاث، فهو قاعد يبغى ينهي مشواره الرياضي بأحسن حال. أما بالنسبة لموضوع النصر، أنا أقولها لك، النصر سبق أنه تعرض إلى مثل هذه المواقف ودفع ثمنها غاليا جدا. أتحدث أنا عن مباراة الوصل، في مباراة الوصل في بطولة الخليج فاز النصر هنا أمام الفريق الوصل بثلاثة سجلت عن طريق الكابتن أحمد عباس، ثم ذهب إلى زعبيل وخسر بالأربعة، وفي جدة فاز على الأهلي بثلاثة أهداف عن طريق الكابتن سعد الحارثي جميعا، ثم جاء وخسر من الأهلي ثلاثة. أنا أقول هذا الإحباطات التي تشعر جماهير النصر بالعلقم ومرارتها لا زالت في أجسادهم، أقول يجب على النصراويين ألا يحتفلوا إلا عندما يصبح أبطالا لدوري الأبطال. طيب، في أيضا في هذا الربع النهائي كانت هناك أفراح
وأحزان، مغادرون ومتأهلون، بينهم الكثير من المفارقات التي شهدتها مباريات ربع نهائي كأس الملك للفرق الأبطال. نتابع هذا التقرير لفهد الغامدي. مواجهات قوية وتنافس شرس وأحداث مثيرة شهدتها مباريات الدوري الثمانية من كأس الأبطال. الزعيم يقصي الاتحاد ويخرجه خالي الوفاض هذا الموسم. النصر يقسو على بطل الدوري ويعيد لنا بعضا من الماضي العريق. الأهلي يضرب بقوة ليؤكد نيته الحفاظ على لقبه. والفتح يرفع شعار التحدي ويعلن مقارعة الكبار في دوري الأبطال. أبرز ما شهدته المنافسة ظهور الاتفاق بمستويات باهتة وخسارته ذهابا وإيابا، ليذهب برانكو ضحية الإخفاق ويلغى عقده بعد الخروج المرير. وعلى مستوى قضاة الملاعب احتجاجات لا تتوقف وانتقادات تطال مستوى التحكيم في مباريات دوري الثمانية. وفي منظر لا يتناسب وعصر الاحتراف، ملعب الأحساء يظل عائقا والمعاناة تستمر على مرأى من يهمه الأمر، ومع ذلك لا مجيب. وعلى صعيد التصاريح، ناصر الشمراني يفقد أعصابه ويقسو على الزيلعي في تصريح امتلأ غضبا إثر خروج بطل الدوري. أكيد تصرف، يعني تصرف تحس يعني صبياني، يعني بمعنى الكلمة يعني تصرف، أنا ما أدري يعني هو إيش يحس بالضبط. يعني في ظل القوة والندية التي يشهدها كأس الأبطال، تستمر الإثارة داخل الملعب وخارجه، ولا زال للحديث بقية في الدور النصف النهائي من الكأس الغالية. مباراة ربع النهائي جاءت بهذه الحصيلة وهذه القراءة لفهد الغامدي. محلل القنوات الرياضية السعودية كانوا قد اختاروا تصويتا لاعب الملعب لربع النهائي. نتابع. لاعب الفتح هيلتون كان قد اختير من قبل محلل القناة الرياضية السعودية بأصوات الأغلبية أنه هو اللاعب الأميز أو اللاعب الأكثر حضورا في ربع النهائي. سعود، هل توافق على هذا الاختيار؟ طبعا أعتقد أنه اختيار منطقي جدا. سجل 3 أهداف في المباراتين، قاد فريقه للدور نصف النهائي. نعم، في لاعبين جيدين زي ياسر الفهمي، زي الجزاوي، زي السهلاوي، زي حسن العتيبي، مجموعة من اللاعبين. نعم، أدوا مباريات كبيرة، لكن أعتقد أنه إيلتون 3 أهداف يستحق أن يكون نجم المسابقة. نعم، حتى الآن في توب 5 اليوم تم اختيار الأهداف 5 الأجمل في ربع النهائي. نتابع. We'll be right back.
الأهداف الخمسة وفقا لرؤية فريق الإعداد. محمد الشيخ، هل تتفق مع هذا الترتيب والاختيار؟ لا حقيقة، أنا وجهة نظري أرى أنه هدف إلتون من ضربة حرة مباشرة التي أحرز منها هدف فريقه في مرمى فايز السبيعي هو الهدف الأجمل في البطولة. بالنسبة لاختيار إلتون، أنا أبصم مع محللي القناة الرياضية بالفعل أنه هو الأول فوق العادة. طيب نذهب إلى فاصل، بعده نتابع الجزء الثالث لبرنامج الملعب وفيه سنتابع. الشعراء يتحدثون عن عشق الرياضة. والأهلاويون يبتهجون بثلاثية النصر. أهلا بكم في الجزء الثالث من برنامج الملعب، وأرحب بضيفي الكريمين سعود الصرامي، أهلا وسهلا. محمد الشيخ، مرحبا بك. اليوم الزميل عبد الرحمن الدحيم كان متواجدا في مقر نادي الهلال، من هناك التقى بعدد من اللاعبين ومدير المركز الإعلامي. كان من أبرز اللاعبين الذين التقاهم عيسى المحياني المنتقل إلى الأهلي. نتابع هذه اللقاءات والحوارات مع الزميل عبد الرحمن الدحيم. أكيد يعني أبو فيصل الله يعطيه العافية بالعكس يعني كان يبارك ويثني على الفترة السابقة اللي ما مضيتها في النادي، وطبعا هذا مو مستغرب على أبو فيصل. قبل بداية التمرين كان في حضان مع اللاعبين، يمكن هذا أول لقاء بعد التوقيع مع الأهلي، اللاعبين يمكن ترى بعضهم حتى تفاجأ يعني ما كان يدري عن حيثيات الموضوع. إيش رأيك أنت؟ والله طول عمر بالعكس يعني لاعبي الهلال يعني والله أكثر من أخواني، يعني قضيت معهم 3 سنوات صراحة، يعني أيام حلوة وأيام قضيتها يعني أنا بالنسبة لي زي الأخوان. وبالعكس يعني كان قبل التمرين كان يعني أغلبهم يعني يبارك ويعني جالسين ناخذ ونعطي مع بعض، وكلهم يعني يشدون من أزر اللاعب، وإن شاء الله أنها خطوة موفقة بإذن الله. إيسا، إحنا في عصر الاحتراف، الفريق اللي حتنتقل له بداية الموسم الجاي هو حتلعب معاه في نصف نهائي في بطولة مهمة جدا، واحتمال حنشوفك يعني مشارك، حتى ما حتلعب سواء أساسي أو سواء بديل. إيش يعني إيش الدور في ذهن اللاعب المحترف حينما يلعب أمام فريق هو أصلا رايح له رايح له؟ والله هو أنا تاني يعني لابد أن اللاعب زي ما ذكرت محترف، وأنا إن شاء الله حكون مخلص النادي هلال لآخر يوم في عقدي، وبالعكس يعني الأهلي إن شاء الله من الموسم القادم بإذن الله بعد ارتداء شعاره إن شاء الله نقدر يعني نوفيهم حقهم أنا أقنعني السبب. آخر سؤال، أنا وعدتك ما طول عليك، أقنعني السبب الرئيسي أنك تنتقل من الهلال بسبب أنك لا يعني تريد أن تشارك أكثر. كان في شرط بينك وبين الأهلي أن يكون هناك مشاركات يعني؟ والله يا لا بالعكس، هي أسباب كثير يعني مو للسبب هذا فقط، يعني أسباب كثيرة يمكن من ضمنها يعني اللي ذكره الأمير عبد الرحمن برضه يعني القرب من الأهل والوالدة يعني الله طول بعمرها. وحشوك. والله بالعكس يعني الرياض ما هي بالمدينة البعيدة وكذا، بس تعرف يعني هي أسباب كثير يعني أدت للانتقال الأهلي، إن شاء الله أنها خطوة موفقة بإذن الله. الحمد لله والشكر، 3 نقاط مهمة في مسيرتنا في البطولة الآسيوية.
واشكر لك طرائك، واشكر ايضا الجماهير الهلاليه وقفتها الصادقه معي، واشكر ايضا الجميع، يعني جميع من يعمل في نادي الهلال سواء من جهاز فني واداري واخواني اللاعبين، على طبعا متكاتفين لكن تكاتفنا وتركيزنا كان اعلى في مباراه بيروزي، والحمد لله الجميع ظهر بالمستوى المأمول. كابتن، ربما هو ليس بمختلف اكيد عبد اللطيف، ولكنه على الاقل شيء يمكن زاد في المباراه الماضيه، اللي هو قطع الكور بالطريقه التي لا تسمح للخصم ان يكون هناك خطا او فاول. هذا الامر مع التدريبات ام انه التركيز فقط كان عالي؟ الحمد لله، اعتقد ان يعني عبد الرزاق الغنام يمكن في الموسم هذا، في بدايه الموسم، في اول شهرين كنت اعاني من اصابه، بعدها بديت ارجع للمباريات. أي لاعب في الدنيا هذه محتاج رتم المباريات، محتاج الاستمرارية، فمتى ما وجدت الاستمرارية يظهر مستوى اللاعب. شكرا للزميل العزيز عبد الرحمن الدحيم على كل هذه اللقاءات والحوارات وهذا العمل المتميز الذي يقدمه بشكل دائم. بقية حديث للاعب الهلال ستكون معنا إن شاء الله في حلقة قادمة لبرنامج الملعب، فقط فور اكتمال وضعها بشكل نهائي. اليوم في تبوك كما قلت مسبقا أن فريق الشعلة توج بدرع الدوري الدرجة الأولى بعد أن حقق البطولة الجولة الماضية وحاز على المركز الأول في مسابقة الدرجة الأولى. التتويج كان قد وصلنا للتو، واللقطات ستعرض أمامكم الآن، إن كانت جاهزة ستظهر لنا لقطات التتويج لفريق الشعلة بطلا لدوري الدرجة الأولى. ألف ألف مبروك لفريق الشعلة هذا التتويج. شاهدنا رئيس النادي وعدد من اللاعبين وأيضا عضو الاتحاد المكلف الأستاذ مصلح المسلم كان متواجدا، هو من توج فريق الشعلة بهذا اللقب، ومؤكد أننا نبارك له بشكل كبير. فريق الشعلة سيكون إن شاء الله ضيفا في الفترة القادمة في دوري زين للمحترفين. أكثر تنظيما من التتويج بطولة دوري زين. بطولة دوري زين كانت تتويج فيها في فوضى كبيرة، حتى أنه تعرض إلى انتقادات واسعة جدا بعد التتويج. طيب. لكن التتويج اليوم أكثر تنظيما وأكثر هدوءا. يستاهل طبعا رئيس نادي الشعلة الأخ العزيز فهد الطفيل وكابتن الفريق الكابتن العجلان. نعم. يستحقون التهنئة ويستحقون أكيد. البطولة دوري دوري الدرجة الأولى. ألف ألف مبروك. لكن حقيقة سريع. نعم. في موضوع ودي أتكلم عن رابطة دوري الدرجة الأولى. أنا أتمنى أن تكون رابطة دوري الدرجة الأولى منفصلة عن رابطة دوري زين المحترفين، لأنه هنا فيه 16 نادي وفيه ناس شخصيات تريد تعمل. أتحدث عن الأخ محمد المعمر رئيس الدوس السابق، خالد العجلان، إبراهيم السيوفي. هذا الأمر يفترض أن يفتح في حلقة. أنا أتمنى هذه كل هذه الخبرات التي عملت في الدوري الدرجة الأولى لسنوات طويلة أن يستفاد منها. طيب. على اي حال يمكن ما عندي وقت كثير في هذا الموضوع، ولا هو موضوع مهم جدا يفتح نعم فصلها شيء طيب يعني. في جانب اخر، اللواء فيصل الجزاف وهو رئيس الهيئه العامه للشباب والرياضه بدوله الكويت تحدث عن بطوله كاس العرب، تحدث عن
الكأس الخليجية وكأس الخليج، نتابع ماذا قال. يعني أولا لازم أقدم الشكر لخالد الحرمين الشريفين على هذه المبادرة وتجسيد لطموحات شعوبنا في منطقة الخليج في مرحلة مهمة جدا، مرحلة تحتاج تضافر كل الجهود لرد ودرء الأخطار اللي قاعد تمر في المنطقة، تحقيق تواصل مستمر من خلال هذا التجمع الخليجي الشبابي. ما في شك توصيات يعني حقيقة مهمة جدا، سوف يتم يعني تجميعها من خلال رؤساء اللجان المعنية. ما طرح هو أعتقد يحقق رغبة القادة ومبادرة خالد الحرمين الشريفين. فبإذن الله سيكون هناك خط سياسي، خط اقتصادي، خط مستوية مستقبلية لشبابنا الخليج. وجود مراكز الشباب من يمكن من 40 سنة وأكثر، والعمل الشبابي في الكويت له تجربة حقيقة غريبة جدا. احنا اليوم نقول أيضا تغيرة نظرة الشباب، اهتمامات الشباب في 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 اتجاه مختلف، قد يكون علمي قلنا، قد يكون ثقافي. فأنا أعتقد لازم يكون هناك مراكز أبحاث لدراسة مشاكل الشباب، لوضع آلية لتحقيق أقل هدف اليوم يطلبه الشاب، نهتم في يعني أفكار اليوم الشباب اللي يطرح أفكار وايد قيمة ولها من الأهمية الحقيقة وقد تستحق أن على مستوى الدولة يؤخذ فيها. كأس الخليج أنا أعتقد حقق يعني نتيجة جيدة في 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 مراحل لاحقة وليس بداية. البداية صار فيه نوع من التحدي وكان لها لذة أيضا، ولا تنسى يعني من كان يرأس الاتحادات في ذاك الزمن وما بعد أعطوا أيضا حقيقة نشوة كبيرة في المتابعة وفي يعني خلق الحماس اللي في في الدورة. أنا أعتقد اليوم وجود الدورة لا يضر بالاستمرارية لأنها بدأت يعني من أكثر من 30 سنة أو أكثر شوي، لكن أعتقد هي أهم شيء نبتدى الحساسيات، ونعتقد هذا الموضوع انتهى يعني ما عاد موجود، إنما إحنا بدأت المنافسة وتجربة لفرق أو لاعبين جدد تكون هذه هي اللي نعم. كأس العرب أنا أعتقد يعني بطولة إضافية يعني ما لا بأس فيها، يعني أيضا تعطي فرصة لتجربة لاعبين أيضا ك يعني وحدة عربية مشتركة في إحنا تحت مظلة الألعاب الرياضية أيضا واللي يرأسها سمو النواب، هذا أيضا ما في شك يعني دعم كبير أيضا للرياضة الخليجية. أنا بدأت بأشكركم على هذا اللقاء وأشكر سمو الأمير الملكي التركي بن سلطان حقيقة اللي قفز قفزة وايد متطورة في برامج رياضية في تلفزيون المملكة، وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه يعني بشكل عام وللرياضة، وإعطاء أيضا صورة شريفة عن المملكة من خلال الرياضة. أنا ميولي سابقا وقديم الهلال، وأحب النصر لأن كان في ماجد عبد الله وبعض نجوم الكرة السعودية، أنا من محبين نجوم الكرة السعودية، بس ميولي لأن صغائي من الهلال لاعب الطائرة وكان صديقي أيضا وما زال سمو الأمير خالد بن طلال، وكان هو المهتمين في كرة الطائرة في الهلال وأعطاها حقيقة قفزة كبيرة، ولاعبين وحكام ومجموعة كبيرة حتى من لاعب القدم والعلاقات. محمد الشيخ كيف تعلق سريعا طبعا هذا اللقاء جاء على هامش مؤتمر الشباب الخليجي؟ والله انا ارى انه يعني التواجد في بطوله بحجم بطوله كاس العرب هو مهم، ولكن انا اتمنى يعني اذا كنا نريد ان نؤسس لرياضه حقيقيه على مستوى الخليج ان تكون هذه البطولات على المستويات السنيه، لان مهما تحدثنا عن لم الشمل العربي هذا صحيح، ولكن لا يعني لم الشمل العربي أن نفسد الخطط التي تقوم بها الاتحادات. طيب. من أجل الارتقاء بعملها أعتقد لم الشمل العربي يبدأ من النش، حينما يتمسك النش بالفعل بعروبيتهم، حينما يتمسك النش بما يقدمه. طيب. قادة العرب أو قادة دول مجلس التعاون إذا كانت بطولة مجلس التعاون. نعم. هنا ممكن أن ننمي على المستوى الصعيد الأول، أعتقد أنه في إفساد للخطط والبرامج،
فقط انا اشير لانه اللواء فيصل الجزاف اشار بانه هلالي، ولكن يبدو انه يعرف طبيعه الحساسيه فقال ان هلالي ماجدي. طيب على اي حال، في جانب اخر، الانتصار الاخير الذي تحقق للاهلي وبموجبه وصل واعلن وصوله للدور الثاني بعد فوزه على النصر الاماراتي 3 أهداف دون مقابل، كان قد منح للجماهير الاهلاويه الكثير من الابتهاج، عفوا على الخوي القطري. وفي ذات الوقت انتهت مساله النصر الاماراتي والخوي القطري، وبالتالي اصبح الجمهور الاهلاوي مبتهجا بهذا الانتصار، هو الانتصار الثاني الذي جاء بعد النصر الاماراتي. نتابع رده الفعل للجماهير الاهلاويه بعد الفوز الاسيوي. شيء طبيعي والله، ثلاثية وصدارة وإن شاء الله كمان نجيب البطولة هذه. متوقع الفوز بثلاثية، ومتوقع إنه اللي سجل الجزاء والهدف الأول قبل المباراة، أوكي؟ وهذا هو السبب اللي دائما نجيبه ويسجل 3 أهداف. مباراة النصر الإماراتي جايبه وسجلنا 3، واليوم جبته وفزنا 3-0. وقدام الهلال إن شاء الله يوم الجمعة 5-0. خليه. ما شاء الله عليك مطرب، الله كلنا مطربين، جمهور الاهلي كله مطربين. ايش اللي اليوم عجبك في الاهلي؟ والله كل شيء في الاهلي. ها ايش اللي عجبك اليوم؟ طبعا الفوز او ارفع الصوت يستاهل. ناخذك بوضع بس كذا، ما راح تسمعوني. اطلع صوت، انا ابغى اطرب اليوم. ايش اللي ايش تبغى تسمع؟ صوتي ولا صوت عبد المجيد؟ انا ابغى الاهلاوي. تبغى الاهلاوي؟ كلنا اهلاوي، حتى انت يمكن اهلاوي. اليوم الاهلي 8/10، انا اقول الاثنين وين راح؟ الحمد لله انه فزنا في المباراه هذه، يعني قدمتنا في الاسيويه شويه، وان شاء الله باذن الله يكملون الشباب المسيره ونجيب نجيب الشيء المأمول. انا ما اقول ان الاهلي البطوله، لسه البطوله بدري عليها، بدري يعني في بدايتها، فان شاء الله باذن الله الشباب ما يقصرون يكملون. صراحه انا كنت متوقع المباراه هدف واحد وهدفين، بس اليوم الاهلي اثبت انه رجال، كلهم رجال. امتعك الاهلي اليوم؟ والله مره صراحه اليوم اللعب ريحنا وبسطنا صراحه، بالنص بالذات منتصف الملعب. مبروك لكل اهلاوي، اردك فريق الاخويا، بس اثبت التكتيك اليوم، تكتيك زي ما تقول انه سياسة اني افوز باقل مستوى، وان شاء الله من الافضل للافضل، والتحكم في ذلك بيبان. حتى شوف انا اقول العموم، حتى لو ما اجتهدنا وجبنا بطولة ما حاجة، لا عادونا زمان احمد صغير، امين دابو، صمدو، كله الان انا لاحظه قدامي، اطراف عمق، طلال صبحي، كل الفريق القديم انا شايفه الان. لكن نصبر كجمهور ونستحكم بشيء اسمه الله سبحانه وتعالى، ان رايح يعطينا من عنده باعطاء اللعيبه الموجودين بطولات وافضل في افضل، ونسال الله العظيم ان يوفق جميع من كان في الملعب. هذه رساله لكل الفرق، سواء المحليه اللي حنقابلها في دور الاربع اللي هو الهلال، او ان شاء الله باذن الله في دور ال16 اللي حنقابله. الفريق اللي حيجينا ان شاء الله الاهلي جاهز له 100% باذن الله. تيسير بالنسبه للاهلي ايش يكون؟ روح الاهلي بعد حسين، والله يروح الاهلي بعد حسين. الله عليك يا سيدي. هل هو الجندي المجهول في الفريق؟ والله كل شيء تيسير صراحه، والله هو القائد الحقيقي للاهلي. 400 وحاجه كيلو جاء عشان الاهلي؟ ايوه جاء عشان الاهلي، ويروح بالمريخ خجيل الاهلي. كيف الاهلي اليوم؟ والله ما قصر رجال، بدع. يغيب اللي يغيب شيء عادي، لكن غيابك على التسجيل يا تسجيل شيء مو عادي، والله شيء مو عادي. ذكرت من اللي يغيب شيء عادي.
شكرا للزميل سمير الصوفي على رصده لهذه الآراء. شكرا لك سعود أن عدلت لي، أنا كنت موجود في استوديو المباراة. لكن على أي حال هذا الانتصار جاء للأهلي بعد أن انتصر سابقا عن النصر الإماراتي لأخوي القطري، كان قد خسر أمام الأهلي، بالتالي الأهلي بات ثانيا. سأستمع لتعليقك ولكن أذهب أولا لمتابعة الشعراء. الشعر رياضة فكر ولياقة لفظ وثراء لغة. غازي العمري كان قد سبر أغوار الشعراء، لكن رياضيا كيف تبدو؟ نتابع. جمعهم العشق والخيال والثراء اللغوي، وفرقتهم الألوان المتباينة قليلا. الشعر والكورة مرادف وتشبيه، هذا مشبه به وهذا مشبه، إن قلت لاعب ما تجارى قوافيه، قل شاعر مر الخيال ولعب حب الأهلي إيه وشجعه إيه، لكن ما هو تشجيع ولا محبة، إن قلت الأهلي نادي الشعر والتيه على كثر ما يكتبه ينكتب. الرياضة هي حديث المجتمع وحديث الشارع والقمر المنير في السماء. منذ المتوسط تقريبا وأنا أعشق نادي الهلال وتابع الكرة وتابع الجمال أينما كان بغض النظر عن الألوان والمسميات. استنطقنا الجانب الخفي في علاقتهم باللعبة الرياضية الأشهر، وأخذناهم لما قاعدة تشبه نسيج المدرجات وإن كانت كلمة. لنعاتبك يا نصر من حبنا فيك، تقبل عتبنا يا نصر من غلانا، انفض غبارك وارجع المجد ماضيك، بنخلي الأحزان تدفن ورانا، من يعرفك ما يلحق فيك تشكيك، تبقى لنا شمس تنور سمانا، ارجع وحنا كل بونا حواليك ونعرف قدرك وانت تعرف وفانا، أطفال حبيناك نفخر بطريق، واليوم عقب الصبر شابت الحانة، مهزوم ولا منتصر ما نخليك، أهم حاجة نفخر بمستوانا، العب بروح في رجولة وتكتيك، وبدعمك أعضاء الشرف ما توانا، فرح محبينك وزعل معاديك وخصيمنا لا يهتني في لقانا. ثق تاما أنه الشاعر اللي يكتب شيء جميل في ناديه يحب ناديه بدون كره للنادي الآخر ما راح يخسر أحد، ولله الحمد ما عمري شعرت أني خسرت أحد. يلهبون الحماسة في أفئدة المناصرين لذاك الفريق دون المساس بالذائقة الأخرى، فالشاعر إنسان مختلف في ممارسة العاطفة. الجمال يتحمس له من يتذوق هذا الجمال، فلذلك كلنا يجمعنا الفن، ولكن في الأخير الشعر التقاطه من لون رائع ومن وسط رائع يجبر الشاعر على هذه الالتقاطه. لا ألوم من يكتب في النصر إذا رأى جمال أو في الاتحاد أو في الأهلي، لكن أنا تستهويني الأفكار الزرقاء. من يوم فتحت عيني على الشمس عرفت أني من جمهورها نصراوي بالفطرة يعني. بداياتهم في الشعر وكرة القدم متشابهة حد البراءة ومختلفة كنبوءة الإبداع. شكرا لهذا الثلاثي الجميل الذي يمارس العشق بعذوبة الحرف وأناقة الكلمة. لم يعد أمامي كثير من الوقت، شكرا جزيلا لك سعود أصرامي. أنا بس كنت بأكد على أنه الأهلي كل شيء فيه جميل حقيقة السنة هذه إلا حظه. يعني حتى لو تجاوز المرحلة مجموعة الصعبة سيكون في مواجهة إما الجزيرة الإماراتي أو الاستقلال الإيراني. الهلال يا أما مع بختكور أو بنياس،
او حيكون مع الاتحاد، الاتحاد مع بروزي او مع الهلال، لكن اعتقد ان الاهلي حقيقه حتى حظه في مجموعه الاسيويه جدا شرسه يعني. شكرا جزيلا لك سعود الصرامي على هذا التواجد وعلى هذا الحضور، املنا نلقاك في مرات قادمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا محمد الشيخ الذي سعدت به من الدمام، شكرا محمد، امل لك التوفيق ان شاء الله في مهمتك يوم الاحد المهمه الاسبوعيه. بس ابغى اعلق على نقطه سريعه. فهد كان يقول اجمل ما في كل ما في الاهلي جميل الا اعلامه، اليوم غير المستثنى، قال كل شيء في الاهلي جميل. لا ما غيرته، ما غيرته، ما غيرته، ممكن تناقش مع يوم الاحد اذا لا لا ما غيرتها لان الوقت مزنوق. طيب. قلت كل شيء في الاهلي جميل الا بعض. طيب. بعض اعلامه يوم الاحد يا سعود. طيب. ناقشك الاحد يوم الاحد بينكم هذا التفاهم. الله يعين الله يعين. طيب على اي حال اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واتمنى للقناه الزميله ايضا لاين سبورت كل التوفيق في كافه برامجها. هذه اجمل تحيه من مدير التحرير عايض القحطاني، محمد ثواب، فهد الغامدي، معاذ الحميدي، سعيد العمري، وجابر الحربي، وحسن الهملان. شكرا لمخرج هذه الحلقة محمد مريبط، ولكافة الزملاء المصورين والفنيين. أمل أن ألقاكم إن شاء الله يوم غد مساء رياضية، الحديث سيكون في أبرز محاوره عن التحكيم لوجود عمر المهنة ضيفا معنا. يوم السبت إن شاء الله ستكون حلقة جديدة من برنامج الملعب لمتابعة ومواكبة كافة الأحداث. في أمان الله، دمتم بخير.